طفل عمره عام يستحم بالحليب ويلعب بالذهب ولقب بالطفل الأكثر تدليلاً في العالم. مئات الآلاف يمتلكهم طفل صغير لم يتخطى عمره سنة واحدة، وهذه المبالغ الطائلة ليست شهادة بنكية ادخرها له والدي، ولا ميراث ينتظره، ولا حتى سبائك ذهب تلقاها كهدية مولده، ولكن هذا المبلغ يكمن في متعلقاته الخاصة من ملابس وإكسسوارات ومستلزمات الاستحمام. جريم أكرم لقبته الصحافة البريطانية بالطفل الأكثر تدليلاً في العالم. قد لا يكون الأكثر غناءً ولا هو من أطفال العائلة المالكة أو ينضم والده ضمن الرجال الأكثر ثراءً في العالم، ولكن والدته تصرف جميع ما لديها من أموال حتى تجعله أكثر طفل مدللاً في العالم. لم توضح أكسي أكرم والدة الطفل البريطاني الأكثر شهرة في بلاده سبب التدليل المبالغ فيه لابنها، والذي قد لا يشعر به أو يعود عليه بالنفع لصغر سنه، وعدم إدراكه الهدايا والملابس الثمينة التي تحيط به. تعامل أكسي ابنها معاملة أطفال الملوك في العصور الماضية، فهي تجعله يستحم في الحليب والعسل كل يوم، وتحضر له ألعاب من الذهب وإكسسوارات من الألماز تخطى سعر الواحدة 950 جنيه استرليني وسعر السلسلة 750 جنيه استرليني. وبحسب أحد المواقع تعمل أكسي بدوام كامل وتعيش على الإعانات، وتقترض من أفراد العائلة وأصدقائها من أجل ابنها، وقالت في أغلب الأوقات برتدي ملابس مستعملة وأعيش حياة بسيطة، ولكن دائما يوجد شعور بداخلي يجعلني أريد ابني مدللا ولا أستطيع التوقف في الإنفاق عليه بهذا الشكل. وأثارت قصة أكسي وطفلها غضب البريطانيين الذين هاجموها ووصفوا أفعالها بالجنونية، والتي قد تنعكس على طفلها بالسلب عندما يكبر ويستوعب ما تفعله من أجله.